صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. مساء على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناة صدى البلد. صباح الفل يا جاد. صباح الفل يا رشا، وصباح الجمال والتفاؤل، ويا رب يومنا يبقى مليان بالخير والتفاؤل والبركة علينا وعلى كل مشاهدينا. وزي ما تعودنا كل يوم في صباح البلد بنحاول ان احنا نجيب لحضراتكم كل شيء ايجابي، نرصد اي حاجة بتحصل، ونتكلم حتى عن موضوعات ممكن تكون حاصلة ودايرة في مجتمعنا بشكل مستمر. ويعني قبل ما اكيد نستفيد ونتكلم، لازم نحن نقول انه جزء من صباح البلد ان هو يبقى كمان بيحاول يرصد الاحداث سواء السياسيه الاقتصاديه او الاجتماعيه. كل ده ان شاء الله هتلاقوه موجود عندنا، واكيد موضوعاتنا هنحاول ان احنا يعني نتكلم بشكل مختلف عنه، حتى التناول يبقى مختلف. موضوعاتنا ايه النهارده بقى؟ قبل ما اقول موضوعاتنا، بمناسبه الكلام ده محمد، عايز اقول للناس ان احنا دايما يبقى عندنا امل، امل في اي حاجه. اصنع الامل واحلم بيه وحب الحياه وعيش كل لحظه فيها وانت واثق ان دايما ربنا معانا وحاجب لنا كل الخير. عايزه ابتدي بقى الحلقه النهارده باني اسال سؤال. مين فينا ما اتمناش انه يكون نجم مشهور او دكتور مشهور او لاعب كرة مشهور؟ مين فينا ما حلمش في يوم بانه يبقى مشهور، انه لو نزل الشارع الناس كلها بقى كده تتلم حواليه وتقف ويوقع لهم بقى كده باسمه، ولا ياخدوا معاه صورة تذكارية؟ ده حلم عند ناس كتير. وعايزة اقول ان الشهرة في حد ذاتها ده مش عيب، بالعكس الشهرة ممكن يبقى طموح مشروع عند أي واحد. لكن في مثل دايما كده بنقوله، الشيء لو زاد عن حده بينقلب ضده. عشان كده النهاردة اسمحوا لي أتكلم معاكم على موضوع مهم وبقى موجود، يعني بقى موجود، وهو هوس الشهرة. بتشوفوا؟ أيوه، يعني في كل حتة، وأصبح معايير الشهرة بتختلف وبتتغير مع وجود السوشيال ميديا والإنترنت. بقيتي مش عارفة هو ده الراجل ده مشهور بجد على حق، ولا هي زوبعة في فنجان فرقيعة، ولا إيه بالظبط؟ يعني في البداية خلينا نقول إنه بشكل عام الطموح ده والشهرة ده طموح مشروع، وعادة بيبقى دافع وراء النجاح. وأنا دايما بقطع، يعني بعتقد إنه الشهرة والنجاح هما وجهان لعملة واحدة. يعني الشهرة دي مش هتيجي غير لو بتعمل حاجة كويسة، بتقدم منتج، عندك موهبة واضحة ومسمعة، وبالتالي انت يعني طالما انت ناجح والناس بتتكلم عنك بشكل كويس هتلاقي اسمك سابقك، يعني والشهرة دي بتفرض نفسها عليك في كل الأحوال. احنا هنا في صباح البلد يعني بمناسبة بقى الموهبة والشهرة والنجاح، بنحاول ان احنا ندعم أصحاب المواهب الشابة، نحاول إن احنا نديلهم فرصة. يعني عادة اللي بيبقى لسه في الأول كده عنده موهبة بينقصوا بعض الحاجات، إن احنا ندعمه، إن احنا نوجهه، يبقى هو كمان عنده معايير النجاح، يبقى منضبط، يبقى حابب إن هو ينمي موهبته، وإحنا بقى كمان نساعده إن احنا نلقي الضوء على موهبته خلال أو يعني تحت أضواء صباح البلد وبشكل عام صدى البلد. خلينا نقول انه شرط الشهرة ان يبقى عندك موهبة، والشهرة زي ما يعني رشا قالت يعني فيها هوس، وبتنقسم لنوعين. عادة يبقى في شهرة حقيقية، شهرة بجد مبنية على اساس، مبنية على خبرات، مبنية على خدمات، منتج، يعني شيء تقدر تمسكه كده ولا غبار عليه، بيبقى موجود لدرجة ان الشهرة دي بتبقى ملازمة صاحبها حتى بعد ما ماته. تلاقي الناس بتترحم عليه لأنه عمل كتير قوي في حياته لدرجة أنه موهبته تخطت حدود أو الشهرة تخطت حدود موهبته، خلاص بقت بعد ما ماته الناس بتقول فلان ده كان شاطر، كان ناجح، الله يرحمه. أيا كان حتى تخصصك، يعني ملهاش تخصص معين، أنت دكتور، عالم، ذرة، فلك، مهندس، فنان، كرة قدم، يعني نجار، أي حد ممكن يبقى شاطر في حتته، الناس تسمع، الناس تسمع وتقول لا ده موهوب وروح له هات منه المنتج ده. فهو ملهاش تخصص، ولكن بقى اللي احنا بنحذر منه هي هوس الشهرة
او الشهره المزيفه. يعني ايه رايك في موضوع الشهره المزيفه؟ فعلا محمد عندك حق. يعني هو دلوقتي في حاجه اسمها شهره مزيفه. الشهره المزيفه دي هتقول لي يعني ايه شهره مزيفه؟ هقول لك يعني هي شهره وهميه، ضربه حظ زي ما بيقولوا، لكن ضربه الحظ دي استحاله تستمر. اسمحوا لي اقول لكم ان مساله الشهره دي احنا بقينا نشوف انها تحولت عند البعض لهوس، وبقت ظاهره في مجتمعنا. بقى في نوع كده من الخلط ما بين الشهره والخصوصيه، او ان انا ادخل في خصوصيات الناس. بمعنى يعني بقيت الاقي بعض الناس كده عشان تشتهر الاقيها بتنشر هي لابسه ايه، هي بتاكل ايه، لا وتحط بقى وهي بتاكل، وانا رحت المطعم الفلاني وكلت ايه، او انا رحت المحل ده، وتتصور وتعمل وهي بتشتري وبتقيس. لا ده في ناس كمان ابتدوا يصوروا بيتهم من جوه، البيت ده خصوصيه، البيت ده حاجه خاصه جدا. لا زيد بقى كمان، بقت الناس بتعمل شير وستوريز وحاجات كده على المشاكل الاسريه. المشاكل الاسريه للاسف بقت على الهوا منشوره في كل الجروبات. طبعا هما بينشروا ده ليه؟ يعني هي لو اتخانقت مع جوزها، ولا اتخانقت مع ولادها، ولا ابنها او بنتها عملوا حاجه، او حماتها عملت حاجة، كل القصص اللي احنا بنشوفها دي ده عشان حاجه واحده، انها تعمل ترافيك للموقع ده او للحساب ده وانها تشتهر. لا يا جماعه، البيوت برضو ليها خصوصيه. يعني ده انت حتى ان بيتك يتصور ويتعمل كده على العام ده له خصوصيه. ده مش بتكلم على البيوت، ان انا بتكلم على الصالون او اوضه القعاد او ده، لا ده انت بقت في حاجات، ان انت جوه اوضه النوم، جوه الحمامات، جوه، يعني بقت زياده. يعني ازاي يعني؟ يعني عارفه مهما تتقدم بينا التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي والافكار الجديده، هتلاقي دايما ترجع للاصل، تلاقي هو ده الاساس. يعني احنا كلنا تربينا على انه البيوت اسرار، وانه ما يصحش ابدا انه حياتنا اللي فيها خصوصيه وتفاصيل المفروض البيت دي تبقى على الملأ، تبقى على الهوا وانت فاتح اللايف. يعني زي ما رشا قالت، كل تفصيله في بيتك بقت معلنه، وكل الناس بقت يعني يبقى حديث الناس، ناس تتكلم عليك وتتكلم على حاجات انت المفروض تبقى بتاعتك انت. يعني هو ده البيت، يعني ما فيهاش حاجه، يعني ما فيهاش يعني جدال. يعني انما ان انت ممكن رحت مطعم وعجبتك حاجه وعايز تقول لتوعي الناس والله المطعم ده لطيف، جربوا تاكلوا الاكله دي ماشي، لكن يبقى الموضوع من اول ما نقول صباح الخير وتقوم فاتح اللايف، وبعد كده لحد ما نقول تصبحوا على خير، يبقى كل ده على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. وكمان بقى يا ريت بقى مثلا هو يعني الناس هتشوف وخلاص، لا ده بيبقى موجود بقى، يعني كل يوم اي حد عايز يفتح هيلاقي كل تفاصيل بيتك موجوده. فطبعا يعني عايز اقول لك على حاجه يا محمد، سوري لقطع كلامك. يعني البنت لما بتيجي تتجوز، ده على ايامي كانت اول حاجه الام بتقولها لبنتها، ما تطلعيش اسرار بيتك بره لحد، ما تطلعيش اي خلافات جوه بيتك لحد، حتى لامك. يعني دايما خلي حاجتك جوه بيتك، ما حدش يعرف عنها حاجه. ده العكس بقى دلوقتي موجود. يعني لو تاخد بالك العكس بقى موجود، الموضوع بقى على الملأ. يعني ده حقيقي، وبينتقل بقى من فكره ان احنا بنحكي لان هو بيبقى هوس وبيبقى عاده، وكل يوم انت بتبقى بتفكر طب ايه اللي انا ممكن اقوله غريب او يخص بيتي والناس تتكلم عليه ويبقى حديث الناس. وعايز اقول لحضراتكم بمناسبه الكلام ده، في دراسه اجنبيه بتقول اغلب الناس اللي هي مصابه بهوس الشهره عاده بيبقى يعني بيبقى فيه مشاكل، يعني بيبقى في جزء كده نفسي مش مظبوط. وحتى الدراسه بتقول انه ان هما بيبقوا اكتر عرضه للاصابه بالاكتئاب، وساعات بتؤدي لحالات انتحار لا سمح الله. الدراسه دي كمان بتفسر بتقول ايه، انه الناس دي بيبقى عندها هوس الشهره، وبتبقى دايما عايزه تبقى حديث، وبتبقى في صراع مع نفسها في ان هي تخلق اي موضوع يخليها دايما هي ماده تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى الناس دايما عايزه تتكلم عليها، وسرعان ما طبعا بتذوب يعني هذه الشهره المزيفه، لان هي مش مبنيه على اساس، هي مبنيه على مواضيع هشه، مش مبنيه على نجاح، مش مبنيه على شيء الناس تلتفت اليه وتدعمه على المدى الطويل. هيبقى حاجه وقتيه، يعني حاجه مش هتقعد كتير.
فعاده يعني برضو الناس اللي الدراسه بتقول الناس اللي بتبقى عندها المشكله ديت فكره هوس الشهره بيخلقوا بقى لما يلاقوا شهرتهم دي ما قعدتش وما طولتش يبتدي بقى يدور على موضوعات تانية مفبركة ملهاش أي أساس من الصحة ويبتدي يحاول إن هي يغرزها تاني في مواقع التواصل الاجتماعي بحيث إن دورة الشهرة المزيفة دي تفضل مكملة معاه على قد ما يقدر، يعني على قد ما يقدر يبقى موجود أنا هفضل موجود. كلامي ده بقى صح؟ في تريقة، في سخرية على ناس، في تدخل في خصوصياتهم، مفيش مشكلة طالما أنا موجود على على السوشيال ميديا وزي ما راشا قالت إنه الترافيك يزيد والفولورز يزيدوا أنا تمام. فهي يعني حاجة ربنا يحمينا من هوس الشهرة. ربنا يحمي أولادنا من هوس الشهرة. ويمكن الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي يعني ناس كتيرة لو بتتفرج علينا تبتدي تفكر شوية وتعقل بعض الشيء. وهو زي ما انت قلت كده ان احنا أولادنا لازم نأكد عليهم ونربيهم انه الشهرة هي نجاح، هي تكون بتعمل حاجة تفتخر بيها، يعني ما تخشش في الخصوصيات، حاجة بقى ليها أصول، سواء بقى انت عايز تلعب حاجة، عايز تقدم منتج، عايز تقدم خدمة، كل ده لو انت هدفك انك تنجح هتنجح. هدفك انك انت عايز تتشهر علشان خاطر يقال عليا فلان او ان انا عملت او سويت، لا، لو ركزت في النجاح ان شاء الله هتلاقي الشهرة كده كده هي جاية معاها. زي ما قلنا هي الشهرة والنجاح وجهان لعمرة واحدة، وعودوا اولادكم ان هم يسعوا ويجتهدوا ويدوروا على النجاح بشكل مظبوط، يعني ده الاساس. يعني تعالى نروح لفقراتنا بقى النهارده. طبعا احنا بيبقى عندنا كل يوم جولتنا حول العالم، هنبداها بماعز. معزه يعني، لكن معزه مش عاديه ولا بتمشي في الحقول ولا اي حاجه، لا، دي بتركب لوحه تجديف في مياه الولايات المتحده الامريكيه. بعد كده هنتابع افتتاح متحف بيحاكي الحفلات الموسيقيه في لندن. هنشوف ايه برضو في جولتنا. بمناسبه الشهره والموهبه، احنا في جولتنا حول العالم في كوبا، في كوبي بيحصل على شهره واسعه بس بسبب حاجه كويسه، بسبب ممنوحاته او منحوتاته الورقيه، وده فن. انت بتقدم فن هتلاقي الناس بتثني عليه، بتقول لا والله انت عندك موهبه، وبالتالي هتلاقي الناس تتكلم عليك بشكل كويس. فهي دي الشهره اللي احنا عايزين تبقى موجوده وتنتشر في مجتمعنا اكتر من اي شهره تانية. برضو جزء من جولتنا حول العالم بنشوف رقم قياسي للوحه رامبراند في مزاد على الانترنت، برضو فن راقي، يعني الناس بتشجعه وبيلاقي رواج وبيلاقي مزاد، ويعني رقم قياسي هنشوف تفاصيله خلال جولتنا حول العالم. بعد ما تخلص جولتنا حول العالم هنروح لجولة إخبارية هنحاول ان احنا نرصد فيها كل ما هو جديد من احداث سياسية واقتصادية واجتماعية، ورشا هتدينا كده نبذة عن اهم العناوين اللي هتستفيد فيها خلال جولتها الإخبارية. اتفضلي يا رشا. طبعا زي ما تعودنا بنتابع في جولتنا اهم الاخبار والتقارير وايضا المقالات في الصحف المحليه. من اهم العناوين اللي هتكون معانا النهارده، السيسي يوجه بمواصله جهود التنميه الشامله في سيناء لتعزيز الرقعه العمرانيه والمجتمعيه. رئيس مجلس السياده السوداني، نتفق مع موقف مصر في ضروره الامتناع عن اي اجراءات احاديه بشان سد النهضه. اليوم بدء صرف 500 جنيه المنحة الثالثة لواحد وستة من عشرة مليون عامل غير منتظم. انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت، وغيرها من الموضوعات المهمة اللي هنتابعها في جولتنا الإخبارية النهاردة. أما بخصوص فقراتنا، فأول فقرة عندنا إيه محمد؟ طبعا كلنا مستنيين الجولة، والجولة اللي بتاخدوها لنا كده نعرف كل ما يحدث من أخبار، وكمان جولتنا الرئيسية هتبقى جولة أو هي فقرة الصحافة العالمية، بنحاول برضو ان احنا نرصد كل ما يحدث عالميا، ده هيكون خلال فقرتنا الرئيسية حول الصحافة العالمية بإذن الله. ومعانا فقرة كمان، صح كده؟ كالمعتاد بتبقى عندنا فقرة طبية يومية. النهاردة هنتكلم عن التخسيس، ازاي نواجه مرض السمنة. طبعا يعني فترة طويلة قعدناها كان في حظر وعيد صغير وعيد كبير وصيف فالأكل بيبقى فيه استهلاك أكتر، فالسمنة عند البعض مشكلة كبيرة وأساسية. هيكون النهاردة معانا خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل. دي فقراتنا، يا رب تعجبكم. تعالوا نطلع لفاصل ونبدأ مع بعض يومنا النهاردة.
اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نكمل ونشوف ايه باقي موضوعاتنا وفقراتنا، لابد ان احنا نقف كده وقفه ونشوف الطقس، الجو اخباره ايه اليومين اللي جايين، لانه بناء عليه بنحدد عليها حاجات كتير. هنسافر، هنروح، هنيجي، مش هنتحرك من مكاننا، كل ده بيترتب عليه يعني تفاصيل كتير في حياتنا. وعلشان نتعرف على صلب الموضوع ويعني المعلومات الدقيقه، هيكون معانا على الهواء الاستاذ محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. استاذ محمود، برحب بيك على شاشه صباح البدر. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. صباح النور يا استاذ محمود. طبعا احنا يعني في تفاوت درجة يعني الرطوبة، درجات الحرارة، هل احنا يعني هنبتدي نشهد مرحلة أخرى من الصيف هتزداد الحرارة، ولا وضعنا هيكون عامل زي أستاذ محمود؟ هو طبعا الفترة دي فترة يعني استقرار شديد في الأحوال الجوية، مستشعرين ارتفاع نسب الرطوبة بقالها فترة معانا، ودرجات الحرارة وإن كانت أعلى من المعدل خلال ال 48 ساعة دول، النهاردة وبكرة أعلى من المعدلات بحوالي درجتين أو ثلاث درجات مئوية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، إلا أننا بنستشعر بأن الأيام قريبة تشبه من بعضها بشكل كبير. بنصحى الصبح نلاقي شبورة مئية، مجرد ما الساعة تيجي 7-8 صباحا بتتحسن الرؤية وبتبدأ نستشعر ارتفاع الرطوبة تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة. ده طبعا أجواء شهر 8 المعتادة، احنا طبعا يفصلنا عن نهاية فصل الصيف حوالي شهر تقريبا. خلال هذه الفترة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، درجات الحرارة إلى حد ما تكون حول المعدلات الطبيعية خلال الست أيام القادمين، ما فيش موجات متوقعة أنها تكون شديدة الحرارة على القاهرة وشمال البلاد، درجة الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ممكن نشعر بتحسن نسبي النص الثاني من الأسبوع اعتبارا من يوم الثلاث، نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيرفع كميات من الرطوبة اللي موجودة على سطح الأرض، تظهر في صورة سحب على سواحلنا الشماليه وسماء القاهره، ده بيقلل شويه من نسب الرطوبه اللي موجوده على المناطق الشماليه. يعني معنى كده يا استاذ محمود ان من يوم الثلاث الحراره هتنزل شويه والرطوبه هتنزل شويه؟ نسبيا ان شاء الله. يوم قد ايه؟ قد ايه؟ لان يوم الخميس اجازه خلاص، مجلس الوزراء اعلنها. ان شاء الله سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك صباح السلام. الثلاث والاربع تحديدا هم ممكن يكونوا اكثر انخفاضا من باقي ايام الاسبوع. من يوم الخميس هترجع تاني الرفع تدريجي ورفع بطيء بمعدل درجه واحده، ولكن يعني الاجواء دي مستقره الى حد ما زي ما قلت لحضرتك في البدايه. طب هو زياده يعني درجه الحراره سواء درجه او اثنين او يعني معدل الرطوبه لما بيزيد ده بيبقى سببه يعني تحليليا كده؟ هو طبعا منخفض الهند الموسمي اللي بيأثر علينا خلال هذه الفتره فصل الصيف تحديدا بيكون اكثر تاثيرا مع الايام اللي بنرفع فيها درجات الحراره، بيكون اكثر عمقا على القاهره ومحافظات الوجه البحري. طبقات الجو العليا بيكون ليها عامل مهم جدا، لو في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده بيحدث لنا كميه الرطوبه على سطح الارض، انما لو في منخفض جوي بيبدا يرفع كميه الرطوبه دي لاعلى وبيكون بيها سحب. فعمليه رفع درجه الحراره درجه او اثنين او رفع نسب الرطوبه، وان كان رفع نسب الرطوبه وانخفاضها بنسب طفيفه، احنا بنقول القاهره ما بين 80 و85% عظمى للرطوبه، لما بنقول في انخفاض بتبقى من 75 ل78%، فتعتبر برضه مش انخفاض كبير ولكن بيبقى محسوس لانه بيكون مصاحب بانخفاض في درجه الحراره، فبيبقى محسوس طبعا. بيبقى في ايام كده بنستشعر فيها بنسمات من الهواء وبنعرف نتنفس فيها بشكل جيد اكثر من الايام الثانيه. طب استاذ محمود، يعني احنا بنخلص الجزء او الفتره الاخيره من فصل الصيف، يعني 21/9 هنبتدي فصل الخريف، صح يا فندم الارقام اللي بقولها؟ ان شاء الله. طيب هل نتوقع مع يعني قربنا من فصل الخريف نبتدي هذا المنخفض العنيف بتاعنا بتاع الهند الموسمي ده يبتدي يريح شويه معانا؟ متوقع طبعا ان كل ما نقترب من نهايه فصل الصيف يبدا ينحصر نسبيا منخفض الهند الموسمي الى الجزيره العربيه. بدل ما هو بيبقى ممتد كده لحدود جمهوريه مصر العربيه والسودان وليبيا يبدا ينحصر نسبيا، ولكن طبعا تاثيره بيبقى موجود برضو على الجمهوريه، ولكن في خلال نهايه فصل الصيف ممكن يتخلل هذه الايام امتداد مرتفع العروض الوسطى او المرتفع الجوي اللي بيبقى جاي من جنوب اوروبا، ده بيخلي بعض الايام فيها تلطيف وتحسن في الاحوال الجويه.
ان شاء الله. نحب ناخد عرض سريع عن درجات الحراره في محافظات الجمهوريه بحيث ان برضو الناس تبقى عندها متوسط، يعني مش هنحاسب حضرتك على الرقم بالتحديد يعني. طبعا بالنسبة لسواحلنا الشمالية الغربية مطروح السلوم لغاية اسكندرية تبقى درجات الحرارة من 30 ل 31 درجة. بداية من بورسعيد رفح العريش المناطق الشرقية بترتفع إلى 33 درجة مئوية. محافظات الوجه البحري والقاهرة من 36 ل 37 درجة النهاردة. محافظات شمال الصعيد بني سويف ألمنيا أسيوط سوهاج هذه المناطق ترتفع فيها درجات الحرارة أيضا إلى 39 درجة مئوية. المناطق الجنوبية هنا الأقصر أسوان الوادي الجديد حلايب وشلاتين بتتجاوز طبعا ال 40 درجة، بتتراوح من 40 إلى 42 درجة مئوية خلال فترات النهار. أستاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وفرة المعلومات. تعالى بقى نروح لضحكتنا، وضحكتنا النهاردة جزء من مسرحية بنحب نتابعها دايما وبنستمتع بيها للفنان الكبير عادل إمام الواد سيد الشغال. اهلا بحضراتكم من جديد بعد ما طمنا على الطقس والجو، ومعانا دلوقتي الفقره الرياضيه نحاول ان احنا نتنشط نقتبس كده بعض التمارين حتى نخليه جزء من يومنا يوم يعني بعد يوم باذن الله. نروح للكوتش حسام وزميلتي فرح ونرجع نكمل كلام. يا صباح النشاط والحيوية كل اللي صاحي بدري ومستعد يلعب رياضة معانا. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. صباح الفل. صباح الفل. انا دخلت على طول في الموضوع يعني. احنا عشان بنبقى بنتمرن قبل ما نبدا نصور، فلما نقول يلا هنصور بنبدا لسه بنريح يعني. بنبتدي نريح. بس احنا جالنا اسئله كتير قوي بخصوص السبلمنتس او المكملات الغذائيه. احنا عارفين انه في اهالي كتير بيبقوا قلقانين على اولادها، عايزين نعرف كوتش حسام امتى واحد ياخد مكملات غذائيه وامتى محتاج وامتى ما ياخدش مش محتاج. حقيقه انا فعلا قريت اسئله كتيره جات لنا عن موضوع المكملات الغذائيه، وبالذات من اولياء الامور بقى الاهالي اللي بيخافوا على اولادهم ان هو بياخدوا سبلمنتس، والناس اللي عايز تعرف ايه المميزات بتاعتها وايه العيوب بتاعتها بالظبط، وهل هي خطر فعلا ولا لا. فممكن النهارده نوضح شويه حاجات كده مع بعض عن المكملات الغذائيه. مبدئيا هو اسمه مكمل غذائي، فهو بيكمل حاجه ناقصانه من الاكل بتاعنا. تمام. النيوترينتس بتاعتنا المكونات الاساسيه للغذاء بتاعنا يبقى ناقصها حاجات، لو كملناها من الاكل خير وبركه. احنا مش محتاجين. بس للاسف دلوقتي الخضار بتاعنا والفاكهه بتاعتنا ما بقاش فيها كميه الفيتامينز بتاعت احنا اغلبنا زمان. طبعا بالظبط اغلبنا ما بياكلش الاكل الصحي اللي عندنا الفرصه اللي احنا ناكل بالشكل الطبيعي مظبوط، فبالتالي غصب عننا بنضطر ان احنا ناخد الحاجات اللي ناقصه من الوجبات بتاعتنا ناخدها مكمل غذائي. طيب اوكي. اساسي بالنسبه لنا مثلا المالتي فيتامين مثلا، ما نقدرش نقول ان احنا بنعرف ناخد الفيتامينز كلها. بتبقى موجوده في الاكل بس مش في الكميه اللي جسمنا محتاجها. تمام. بس للاسف في ناس بتسيء استخدام ده. فالمكملات الغذائيه هي نافعه لو انت محتاجها. حد بيتمرن بيروح الجيم ما بيعرفش ياكل البروتين الكافي ليه، يقدر يكمل دوت في المكملات الغذائيه. هل يعني ده سؤال من الاسئله اللي جات لنا، هل لازم واحد يكون بيتمرن او بيروح الجيم او بيتمرن اي تمرين عشان يقدر ياخد المكملات الغذائيه دي؟ من الاحتياج الاكتر للسبلمنتس لما يبقى الجسم بيتمرن بيبقى عنده احتياجات اكتر من الجسم الطبيعي، طبيعي عشان بيحرق اكتر محتاج فيها السبلمنتس. تمام. في بعض الناس بياخدوا السبلمنتس ديت كأكل لو فعلا عندهم مشكله في الغذاء بتاعهم، بس يقدروا يكملوه يعني اي دونت ريكومند ان انت تاخدها بالكميه اللي يعني مش عارف ايه الكميه، هي خطورتها اصلا مش فترات كبيره يعني، ممكن تاخدوها فترات كبيره. تمام. بس خطورتها ان احنا لازم نكون عارفين احنا ايه اللي ناقصنا علشان نعرف نكمله بده. الحاجه الثانيه ان احنا نعرف احنا الكميه بتاعتنا عامله ازاي. يعني هي بتبقى خطر جدا وبتحمل علينا لود كبير لو احنا خدنا كميات كبيره وحاسين بس ان احنا لو خدنا بروتين مثلا هيزود لنا عضلات من غير ما نتمرن. ده مش حقيقي، بالعكس ده ممكن يبقى ضار. اي حاجه بتزيد عن حدها بتبقى ضاره جدا، ولازم ابقى في وعي في الحته دي. ده حقيقي. فما نقدرش نقول ان احنا في المطلق هي مفيده او ضاره غير لو خدناها بالطريقه الصح. على قد ما تقدر تشوف حد متخصص نوتريشنست متخصص في التغذيه يقدر يقول لك انت محتاج قد ايه من البروتينات بتاعتك، انت محتاج قد ايه فيتامينز، يبقى عارف يروح لحد متخصص عشان ما ياخدش من نفسه. لازم. طيب. مش محتاج ان هو يقرا على العلبه نفسها او حاجه ايه اللي مكتوب فيها وياخد زي ما هو، لان هو ده مش ممكن يكون الاحتياج بتاعه الاساسي. ماشي.
خلاص. ولو في اي اسئله على دوت ممكن يبعتوا لنا احنا نرد عليهم على طول على ريفايف فيتنس او على صباح البلد. على صباح البلد او صدى البلد كمان نقدر نتواصل مع بعض واقدر ارد عليكم بنفسي اصلا على الاسئله اللي سالوها. انا جاهزه للتمرين. عندنا النهارده شويه تمرينات بقى بالستبس. اوكي. الستب ده ممكن يبقى موجود اصلا في البيت عندنا باي شكل من الاشكال. زي ايه؟ يعني ممكن كرسي المطبخ مثلا. كرسي المطبخ واكيد كرسي المطبخ موجود يعني. كرسي المطبخ كله يقول لك يعني ايه كرسي المطبخ وهو عنده كرسي مطبخ جوه. اللي هي الكراسي اللي نفس الحجم ده يعني الكراسي اللي بتبقى الكراسي القصيره مش الكراسي العاليه. ده حقيقي بالارتفاع بتاع الاستاد. يا اما سلم في البيت يا اما هسلمها واحده في البيت. ممكن لو في اي صوفا او اي كنبه مثلا تبقى ناشفه شويه وتبقى قصيره شويه يقدر يستخدم عليها التمارين اللي هنعملها. طيب انا هجيب ده هنا كده. انت عارفه بقى التمارين بقى. انا جاهزه طبعا. ايوه. طيب اول تمرين هنعمله تمرين اسمه اللانج من التمارين المهمه قوي عندنا يا فرح. هطلع رجلي الشمال فوق ورجلي اليمين الرجل اللي ورا. ايوه صح كده. اوكي. ايوه وهبدا بفتح قد ايه يا كوتش يعني فتحه رجلي وانا نازل هنا بحاول ان انا رجليا دي تبقى 90 درجه ورجليا دي تبقى هنا 90 درجه وهبدا احط ايدي في وسطي وظهري مفرود وهنزل واطلع. بنزل قد ايه برضو؟ 3 لحد ما اوصل ل 90 درجه برجلي اليمين. اوكي. 4 5. رجلي ابتدت تشد فعلا. هنسويتش الرجل الثانيه على طول. احنا ننسي احنا هنعمل ايه. احنا نفس اللانجز. رجل الثانيه بقى عشان ما يبقاش عندنا عضلات في الرجل. قد ايه كم احنا هنعمل 5. المشاهدين هيحاولوا يعملوا 15. اوكي. 15 ثلاث مرات يعني 15 ونريح 30 ل 45 ثانية وبعد كده نعمل 15 ثاني. واحد. جاهزة يا فرح؟ أنا بدأت خلاص. يلا. 1 2 طبعا البطن إيه يا فرح؟ مشدودة. أيوة والظهر. مفروض. والوش. بيضحك. اوكي. حفظتيني خلاص صح؟ لا 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 أنا خلاص حفظت. طيب في تمارين بقى إيه؟ مهمة يعني ستات كتيرة برضو هتفرق معاهم ده اللي عندهم دهون في ايديهم هنا من الحاجات اللي بيواجهوها كتير قوي. طبعا التمرين اللي هنعمله دوت هيمرن عضلات الترايسبس والكتف كمان من العضلات المهمة قوي وجزء من عضلات الصدر كمان الشست. جميل. اسمه الدبس. هنعمل الدبس. اوكي. جاهزة؟ يلا جاهزة. هنا ولا هنا؟ لا هيجي هنا. يلا. هقعد على الستيب كده عادي. ايديا هتبقى جنبي. ايوه. فرح بقت مدربه خلاص. والركبه مفروده؟ ممكن اتني ركبتي شويه متنيه. ايوه. صدري فوق بطني مسدوده وابدا انزل لتحت. 1 2 3 4 النفس ايه؟ وانا طالع هفضي النفس. 5 6 7. هايل. هرجع بوزتي ورا شويه. 8 9 and 10. هحاول اعمل التمرين ده برضو 15 عدة ونريح 30 ثانية و 15 عدة 30 ثانية 15 عدة ثلاث مرات 30 ثانية. اوكي. في تمرين بقى بيشغل الكارديو فاسكول عندنا او يشغل بيخلينا نشتغل كارديو شوية نبدأ تمام. نحرك جسمنا كله كأننا بنجري او كأننا بنمشي على التريدميل مثلا. كارديو ده مهم جدا. هنستخدم الستاب وبيشغل ماسلز كمان بتاعه الجلوتس والكوادريسبس والهامستر في نفس الوقت. اوكي. نشتغل اول حاجه البيزك سات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 انا بعمل غلط. 3 4 معايا 2 3 4 1 2 3 4. مهم قوي واحنا شغالين كعب رجلي اللي بيطلع مش مشط رجلي عشان ما اعملش لود على مشط رجلي. ثلاثة كمان. واعتقد العد كمان فارق في ترتيب ترتيب التمرينة نفسها. اوكي ستوب. ده واحد. ممكن نعمل واحد كمان. الترنيت هنا. جاهزة؟ يلا. وانا طالع انا هعمل اول عدة كده بالحركة البطيئة. انا هنا. 1 2 3 ظهري مفرود. 4 اسرع. 5 6 7 8 9 10 15 عدة. شاطرة. قعدت اعلمها كتير قبل ما نصور عرفت تعملها كويس. اخر واحدة. يلا اخر واحدة هنعمل ايه بقى؟ دي اي واحدة؟ دي الساي.
اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. معاك رجلك الشمال. 5 4 3 2 1 and go. 1 2 اسرع. 3 هايل. 4 5 6 على طول بطني مشدودة. والظهر مفرود. صح كده؟ صباح الفل عليك. صباح الفل، في تمرينة تانية ولا كفاية؟ كفاية دولت كفاية. نبدأ بيهم والمرة الجاية نبدأ نزود عليها تمارين كمان. اوكي، باي باي. شكرا فرح وكوتش حسام على التمارين الرياضيه اللي بيقدمها لنا كل يوم. تعالوا بقى دلوقتي نشوف العالم بيحصل فيه ايه من خلال جولتنا. حصل مؤخرا ماعز بالولايات المتحدة الأمريكية على شهرة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لممارسته رياضة التجديف مع مالكته. التجديف هو من بين النشاطات التي يقوم بها هذا الماعز البالغ من العمر 5 أعوام، بالإضافة إلى التنزه وركوب السيارة. وتقول مالكة أليسا كيلي التي أطلقت عليه اسم السيد مايهم أنه قام بأكثر من 20 رحلة على لوح التجديف إلى جانبها، وسقط مرتين في بداية المغامرات، وبرغم من ذلك ما زال يحب المياه ورياضة التجديف. افتتح مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن متحف إلكترونيك ميوزيك، وهو الأول من نوعه في محاكاة الحفلات الصاخبة التي اختفت بسبب كورونا. يقدم هذا المكان تاريخ الموسيقى الإلكترونية من خلال استعراض أعمال أهم الفرق الموسيقية المؤثرة من خلال عروض حية وسمعية وبصرية، مع الالتزام بجميع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، فهو لا يستقبل سوى 15 شخصا كل ربع ساعة فقط. حصل مؤخرا الفنان الكوبي فيليكس سامبر على شهرة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي بفضل منحوتاته المصنوعة من الأوراق. يبدع الفنان الكوبي الذي أعلن إفلاسه عام 2008 منحوتات مصنوعة من طبقات الورق والخشب والكتب والمواد المعاد تدويرها، والتي تتميز بحركتها التي تجعلها تتحول وكأنها مواد مطاطية يمكن مدها وطيها وإعادتها إلى حجمها الأصلي. بيعت مؤخرا لوحة تمثل صورة ذاتية للرسام الهولندي رامبراند مقابل 14.5 مليون جنيه استرليني في مزاد افتراضي أقامته دار سودابي للمزادات العالمية، محققة بذلك رقما قياسيا لصورة ذاتية للفنان الهولندي. اللوحة التي تم بيعها في هذا المزاد هي واحدة من بين 3 صور ذاتية فقط للرسام، وكان البيع جزءا من مزاد أقامته دار المزادات الشهيرة على الإنترنت تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت بسبب كورونا، وقد ضم ما يقارب 65 قطعة فنية تمتد على مدى 5 قرون من تاريخ الفن. دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صدى البلد، ومنه نقرأ خبر بعنوان السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار، موجها بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل. كما وجه الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر. وشهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، إضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ساحة الشعب ومنطقة الأعمال المركزية والنصب التذكاري والحي الحكومي. من بوابة الأهرام نقرأ خبر بعنوان رئيس مجلس السيادة السوداني: نتفق مع مصر موقف مصر في ضرورة الامتناع عن أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له أمس خلال زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم في لقاءين منفصلين بكل من الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة. وخلال اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخالص تمنياته للشعب السوداني الشقيق بالتوفيق والازدهار في المرحلة القادمة وتحقيق كل ما يصبو إليه السودان الشقيق من تقدم وتنمية. وأطلع مدبولي البرهان على نتائج المباحثات المثمرة التي أجراها والوفد الوزاري المرافق لا سيما في مجالات الصحة والكهرباء والنقل والتبادل التجاري، مؤكدا على التوجيهات التي تلقاها من الرئيس السيسي قبيل الزيارة بالاستجابة لكل احتياجات الأشقاء في السودان، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أضرار السيول وتفعيل مبادرة علاج الأشقاء في السودان من فيروس سي. من جانبه أعرب الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره الكبير للدعم والمساندة من جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية، مشيدا في هذا الخصوص باهتمام الرئيس السيسي بالتواصل المستمر معه للاطمئنان على أحوال الشعب السوداني في مختلف النواحي. وأضاف البرهان أن هذه الزيارة يجب استغلالها لتحقيق زخم متنام في علاقات البلدين يتناسب مع علاقاتهما الأخوية والتاريخية. وحول ملف سد النهضة أبدى البرهان اتفاقه مع الموقف المصري القائم على ضرورة الوصول لحلول تفاوضية والامتناع عن أي إجراءات أحادية بما يحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية. من جريدة الأخبار نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، والذي جاء تحت عنوان مترو الأنفاق ملحمة مصرية مستمرة، وقالت: إنجاز جديد يضيء الحياة في طريق المصريين. فخلال ساعات يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ليضيف 6 محطات جديدة للمترو. والخط الجديد ليس مجرد إنجاز، ييسر الحياة أمام المصريين ويوفر خدمة حضارية يستفيد منها 350,000 راكب جديد في مسافة تقترب من 8 كيلومترات، لكنه تطور نوعي في مجال تفوق المصريين فيه بالتخصص وبالتاريخ حتى أصبحوا أساتذة بشهادة العالم. فقد كان من حظي أن أشاهد هذا الخط منذ كان مخططات وماكتات فنية على لوحات بألوان زاهية خططها خيال فنان بكل أحلامها، فإذا اللوحة
تتحول خلال سنة إلى واقع أكثر إبداعاً بشخصيات وأبطال حقيقيين من لحم ودم، ومواقع حقيقية بفكر وجهد مهندسين وعمال وفنيين مصريين واصلوا الليل بالنهار رغم أنف جائحة كورونا التي عطلت وأربكت المشروعات في العديد من دول العالم. لكن هؤلاء الشباب المصريين التزموا الإجراءات الاحترازية وواصلوا عملهم ليكونوا جاهزين قبل الموعد الذي التزموا به أمام الرئيس، فكانوا بحق كما وصفهم المهندس كامل الوزير وزير النقل ودنموا المشروعات القومية المميزة التي تمتد نشاطاته في كل مكان منذ كان رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى وزارة النقل. قال وهو يتابع بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة: نحن متواجدون لخدمة المواطن المصري ونبارك للشعب المصري على التطوير. بهذه الروح وهذه العزيمة تم إنجاز الامتداد الجديد للخط الثالث الذي جاء أقرب إلى المترو الطائر في السماء ولا يخترق الأرض. الراكب في ذهابه وإيابه سيقوم بجولة سياحية يشاهد مصر من فوق عبر تاريخ تشكله أسماء المحطات، يبدأ بالنزهة طائرا مرورا بمناطق الهايكستاب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات حتى محطة عدلي منصور، وكل المحطات على كباري معلقة. ويعد افتتاح المحطات إنجازا كبيرا للدولة وعنوانا على مستوى الأداء ودقة التنفيذ بواسطة شركات مصرية ضمن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة النقل في مصر. وهذا المشروع بحق يمثل نقطة تحول كبير في مجال الإنشاءات كما وصفه المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب بمناسبة الانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة، إذ أنه يقوم على تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ مشروع ضخم لأول مرة في مجال مترو الأنفاق والتي كانت حكرا على الشركات الأجنبية. والفضل في ذلك يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الشركات المصرية الدعم والثقة لتنفيذ كافة المشروعات التي تجرى على أرض مصر، وكان من نتائجها إيجاد تحالفات مصرية قوية تعمل على تنفيذ المشروعات العملاقة. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: حقائق مفرحة وأحلام كانت مستحيلة استطعنا تحقيقها من خلال الإضافة الجديدة للمترو. محطة عدلي منصور وحدها ستكون محطة تبادلية عملاقة أو مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة: محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي عدلي منصور، العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، ومحطة للسكك الحديدية القاهرة السويس، ومحطة للسوبر جيت، وأخيرا محطة للربط مع مطار القاهرة الدولي. ومن حقنا أن نفخر ليس فقط بدخول 6 محطات جديدة لخدمة ملايين المصريين الذين ارتبطت حياتهم بمترو الأنفاق، ولكن بإضافة شهادة عالمية جديدة عن مدرسة التعمير المصرية بكوادرها البشرية المؤهلة على مستوى كبير من الخبرة في تنفيذ المشروعات في كافة المجالات، تضاف إلى الخبرات التي اكتسبتها من خلال تنفيذ مشروع أنفاق القناة تحيا مصر في بورسعيد والإسماعيلية أسفل قناة السويس، وأيضا مشروع كوبري تحيا مصر الملجم والحائز على شهادة أعرض كوبري ملجم في العالم من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. كل الشكر والتقدير من مواطنة مصرية إلى من رفعوا رأسنا عاليا في كل المجالات وحولوا الليل إلى عمل ونهارهم إلى إنجاز وفتحوا أمامنا أبواب الأمل.
ننتقل إلى موقع اليوم السابع ومنه نقرأ خبر بعنوان: اليوم بدء صرف 500 جنيه المنحة الثالثة ل1.6 مليون عامل غير منتظم. أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو 1,600,216 عاملا غير منتظم اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف ب24 ساعة. وشدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1,500 جنيه ليصل ما يتم صرفه ل1,600,216 عاملا غير منتظم 2,400,324,000 جنيه. وقال سعفان أن الصرف سوف يتم من خلال 14,000 ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات. وأشار سعفان إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260,000 مستحق يوميا. وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف ب24 ساعة. من موقع المصري اليوم نقرأ خبر بعنوان: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل، والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل ولمدة 5 أيام. قالت الوزارة في بيان إن عدد المتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق والبالغ عددهم 149,685 طالبا، منهم 30,855 طالبا بالشعبة العلمية و16,665 بالهندسية و102,165 بالأدبية بحد أدنى 400 درجة بنسبة 97.6% لعلم علوم و387 درجة بنسبة 94.4% للرياضيات و327.5 درجة للأدبي بنسبة 79.9%. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت والخدمة مجانية ومتاحة من خلال موقع التنسيق، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع. عودة إلى موقعنا موقع صدى البلد ومنه نقرأ خبر بعنوان: أبو العينين ينعى صديق عمره الطيار أحمد راغب. إنسانا وفيا رحيما محبا للخير، وذكراه العطرة ستبقى في وجداننا وقلوبنا. ببالغ الحزن وعميق الأسى نعى النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل الوطن وفاة صديق العمر الأخ والمعلم الطيار أحمد راغب. وأشاد أبو العنين بمسيرة الطيار أحمد راغب وذكراه العطرة التي لن تنتهي برحيله، ولن تسقط من ذاكرتي ووجدان كل من عرف هذا الرجل فتعلق بسماحته
وازداد من علمه وتأثر بأخلاقه الكريمة وتواضعه الجم. وأضاف: إن الراحلين وإن غابت عن الدنيا ملامحهم، لكن مواقفهم ستظل كثيرا تحكى وتحكي عن أعمالهم الصالحة وخيرهم المستديم وعلمهم النافع. وتابع أبو العينين أن الطيار الراحل أحمد راغب كان صديقا مخلصا وإنسانا وفيا رحيما محبا للخير وأخا ومعلما جليلا. وقال أبو العينين: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إن لله وإن إليه راجعون. ننتقل إلى موقع مصراوي، ومنه نقرأ خبر بعنوان: السياحة، مصر تستقبل أكثر من 85 ألف سائح خلال شهر ونصف. كشفت وزارة السياحة والآثار عن عدد السائحين القادمين إلى مصر في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الخارجية، موضحة أن عددهم تخطى 85 ألف سائح خلال شهر ونصف. أشارت الوزارة في بيان استمرار توافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو الماضي. على جانب آخر، طالبت شركة مصر للطيران الركاب الأجانب بضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية. وقالت الشركة في بيان إنه يستثنى من هذا القرار السائحون العرب أو الأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابة والغردقة ومرسى علم ومطروح والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة. من بوابة الشروق نقرأ خبر بعنوان: وزير الشباب يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات. شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الاحتفالية التي نظمتها الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي مساء أمس السبت بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو الماضي. وفي كلمته وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشباب في كافة المجالات والمناسبات، مشيدا بمدونة الرئيس للشباب في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، مؤكدا أن هذه المدونة هي رسالة لشباب العالم من الشباب المصري بتقدير القيادة السياسية لدور الشباب في تحقيق التنمية لأوطانهم. وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية وتسعى إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية في ضوء توجيهات القيادة السياسية. من بوابة الجمهورية نتابع: الصحة تسجيل 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 977 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58,835 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 17 حالة جديدة. ذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 96,336 حالة، من ضمنهم 58,835 حالة تم شفاؤها و 5,141 حالة وفاة.
عودة لجريدة الأخبار، ومنها نقرأ مقال نقطة في بحر للكاتب محمد درويش، وقال فيها: يا بائع الفجل بالمليم، واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي. هذا الزجل لشاعر الشعب بيرم التونسي يؤكد أن البلدية كانت تسمح من 70 عاما أو يزيد لبائع الفجل باحتلال موقع في الشارع أو على الرصيف مقابل رسوم مالية. ما أحوجنا اليوم لعودة البلدية ورسومها بدلا من مشهد بائع التين الشوكي والسيدة موظفة جهاز القاهرة الجديدة. رياضيا نتابع من موقع مصراوي خبر بعنوان: الزمالك يفوز على مصر المقاصة بهدف في الوقت القاتل. حقق فريق الزمالك فوزا في الوقت القاتل أمام مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد في لقاء ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري المصري. جاء هدف المباراة الوحيد للاعب حسام أشرف في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. بتلك النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 38 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة. من موقع صدى البلد للجامعات نقرأ خبر بعنوان: جامعة النهضة تقدم 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من محافظات الصعيد. أعلن دكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف تقديم 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من 100 الأوائل على مستوى الجمهورية للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة: الطب البشري، طب وجراحة الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسب الآلي، إدارة الأعمال، الإعلام والعلاقات العامة. وصرح رئيس الجامعة أن تقديم هذه المنح للمتفوقين سنويا في الثانوية العامة من أبناء الصعيد يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لجامعة النهضة ودورها الرائد في خدمة قضايا التنمية في مجتمع الصعيد، وحرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين في الالتحاق بكافة كليات الجامعة واستمرار تفوقهم الدراسي والعلمي وضمان مساهمتهم إيجابية مستقبلا في خدمة مجتمع الصعيد. قبل أن نختم جولتنا الإخبارية الصحفية، معنا مداخلة مع الكاتب الصحفي الأستاذ مؤنس الزهيري. أستاذ مؤنس، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أستاذ مؤنس، يعني إحنا كل اللي عايزين نقول لحضرتك ألف حمد لله على السلامة، وإن شاء الله ربنا يتم شفاك على خير. يعني حضرتك ممكن تحكي لنا عن تجربتك يعني سريعا؟ حاضر. والله أنا جيت المستشفى هنا يوم الحد اللي فات الساعة 12 أو 1 بالليل تقريبا في عربية الساعة. يعني أنا بقصي أعاني في مشاكل الظرف الظروفي والعمود الفقري من كتر قاعدة على الشغل وعدم ممارسة الرياضة والخروج والدخول وكده، فكل الشغل بعمله على الكمبيوتر. فعانيت يعني سنين من حكاية الانطلاق وعدم الحركة والصعوبة وكده، لدرجة إن أنا كنت بنزل التحقيقات الانتخابية اللي فاتت دي كنت بنزلها على كرسي، بس ما كنتش برضه أقول يعني بنزلها. فالحقيقة من يوم الحد اللي فات ده يعني شعرت بتعب شديد جدا إني مش قادر أقف على رجلي كالمعتاد. فأنا عندي أختي دكتورة استشارية السن في جامعة دبي، جابتني أنا في مستشفى المقاولين، وأول مرة كنت أدخل فيها الحقيقة الساعة 12 واحدة بالليل. أنا الحقيقة شفت مصر في لحظة طارقة، طريقة من حياة إنسان. من ناحية إيه يا أستاذ مؤنس؟ مصر بيحصل فيها إيه؟ في المجال الطبي. مجال الطبي في مستشفى حكومي أو قطاع عام اللي الناس كلها يعني دايما بتقول ده مهمل، ده مفيش فيه رعاية، مفيش فيه اهتمام ولا حاجة. فأنا جيت الحقيقة يعني هحكي لك بشيء من التفصيل شوية، لأن لازم الناس دي كلها تاخد حقها ونعرف إيه اللي بيحصل. الساعة 12 واحدة بالليل قسم الطوارئ، فطبعا بيبقى زحمة عموما، لكن الحقيقة دخلوني واستقبلوني وفضلوا لي مكان، مش سرير أو أوضة أو حاجة، مكان
وطبعا ما كانش شبه الزحمه، لكن حركه الحياه مستمره كانها في ضوء النهار بالظبط، وناس فاهمه ورايحه وجايه قدام كتير، فاهمين هم بيعملوا ايه. خصوصا تخصص حضرتك اللي داخل عليه كان مش تخصص سهل برضو يعني. ايوه كنت حضرتك فاهمها يعني، بس هم على طول بيشوفوا الحاله المرضيه اللي داخله لهم قدامهم. مجموعه من الشباب الصغيرين لقيتهم كلهم جم فعلا والتفوا كده بطريقه يعني انا بقيت مدهوش من اول ما دخلت يعني. انا قلت ده هيروح في حته وده هيروح في حته ولسه هينادي على علان ونادينا مش عارف مين وهتعمل ايه. لا هي الحلقات عارفين هيعملوا ايه. ثلاث اربع شبان ومثلا من طفل كده لطيفه ما اعرفش بقى ده كان دول مين يعني، دكاتره ولا اساتذه، بس هم كلهم نواب دكاتره. ايه بتشتكي من ايه؟ في ايه اللي حصل؟ من عندك من امتى وبتاع وكده. قعدت كده شويه، ده كان الساعه حوالي واحده او اثنين بالليل يعني في ظرف طارئ يعني. طب بتشتكي من ايه؟ كذا القياسات بقى بتاعت الضغط والحراره والروتينيه المعتاده. يعني ساعات كده قليله والنهار طلع وابتدت بقى يعني ايه العمليه تنتظم اكثر والمسؤولين يتواجدوا اللي هم مبشرين عن الحاله بتاعتي. طبعا في حالات كثيره وفي ناس رايحه جايه قدامي، بس كل الحقيقه اللي انا شايفه ناس رايحه جايه في ايدها ورق وبيقابلوا بعض وما بيتكلموش مع بعض، بيستلموا ورق وياخدوا ورق. يعني حركه الحياه عندهم محسوبه بالدقيقه فعلا. حقيقه فعلا. انا اللي مستغربه له يا استاذ مونس ان انت يعني اول مره تخش مستشفى المقاولين يعني أيوة معروفه انها من المستشفيات العريقه اللي فيها مميزات كتيره جدا من اطباء من نظافه. ما انا هحكي لحضرتك ده انا مسجلها كلها يعني من اعجاب بيها. شوفي انا اتعلمت من الاستاذ كامل صغيري انك انت لما تدخل اي الصحفي لما يدخل اي مكان جديد عليه لازم تبقى عنيف وسط راسه. يعني لا تلصصا مثلا ولا تجسسا ولا تفحصا لحاجه، لكن انت داخل على مكان لازم تشوف داخل على ايه ومين هيقابلك وهكلمه وهيقول لك ايه وتقول له ايه وتشوفه. فانا الحقيقه كنت شايفهم وجم ده الساعه كان الساعه وصلت 3 4 الفجر او حاجه زي كده، لحد بقى لما كان النهار ابتدى يطلع وبتاع، بعدين فطلعوني في اوضه وابتدى بقى النواب اللي هم تقريبا شبه متخصصين لما عرفوا من الحاله تحت الريبورت بتاعي ان ده كذا وكذا ومحتاج كذا. فجه الاستشاري بقى اللي هو بتاع العمود الفقري للجراحات اسمه الدكتور محمود عبد المعطي، فقام قال لي انت بتشتكي من ايه؟ قلت له كذا كذا كذا. قال لي طب قوم امشي قدامي كده وحاول تتحرك حاول تقوم حاول بتاع. وبعدين قال لي لا انت استنى بقى انت تقعد معانا عشان في حاجه لازم حاجات لازم نعملها يعني. هو شك في حاجه انها مش انزلاق في الظروف يعني اعرف حاجه. جه استاذ اسمه افتكر حازم عنتر استشاري جراحه المخ والاعصاب، قال لي لا احنا شاكين في حاجه عنه. ما هو من الخبره بقى عرف في ايه. المهم يعني ايه طلعوني اوضه وهم مش عارفين انا مين ولا مش انا، حاله مرضيه جايه قدامهم يعني. طلعت وابتدت مصر تظهر بقى. ابتدت مصر تظهر من اول الست البسيطه عامله النظافه لست في الاوضه اللي بتنظف طقم التمريض المساعدين. وابتدوا بقى ما فيش مكنه اليه ما دخلونيش عليها. العمود الفقري، النخاع الشوكي، المخ، الحاجات دي كلها. اللي انا لاحظته بقى يعني في كميه من الوعي والانسانيه مع الناس. تقول الممرض ده بيستقبلك كانك بيستقبله ببيتك، ما فيش ممرضه تدخل وتقول يا بيه يا استاذ يا حاجه، لا كل واحد يقول لك يا بابا يا عم. يعني عملوا يعني كسروا حاجز الخوف في المريض من التمريض ومن المستشفى ومن الدكتور ومن الممرضه. وابتديت بقى الرحله بتاعتي ده بقى الكشفات والفحوصات والاشعاعات والتحاليل كلها. الغريبه بقى انه الاسلوب المناوله بين الممرضين وبين الناس كلها عباره عن ورق، وكل واحد فاهم هو الحاله اللي فيها جاي فيها ايه وبيديها لزميله اللي تحت الممرض اللي تحت فيه. مكان الاشعه او حاجه او بتاع فاهمين فيها بقى بيقعديش ما فيش ثانيه ما فيش دقيقه. يعني عندهم احترام الوقت ده حاجه غير طبيعيه فعلا. يعني ما فيش وقت تاخد تحط على عايز تعمل ايه تاخد الحاله تحطها على الجهاز يساعدك يقومك يقعدك يجيب لك يجي يخلوا التحليل عندك مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ما في وكله موجود ما فيش حد ان ده لسه ما جاش ده ورديته خلصت الورديه الثانيه لسه ما ابتدتش. لا اي وقت في اي لحظه هتلاقي الاختصاص عندك يجي في وقت.
حاجة جميلة جدا يا أستاذ مؤنس. يعني طبعا ربنا يتم شفاك على خير. ويعني زي ما قلت لحضرتك أنا مستغربة أن حضرتك أول مرة تدخل مستشفى المقاولين العرب، لأنها يمكن إحنا بنروح كتير عليها، ربنا يعني يشفي كل مريض، بس هي يمكن عشان مقر سكني قريب منها فيعني بروح كتير عليها، وشايفة الحالة اللي حضرتك بتقولها دي في كل مرة بدخلها، يعني حاجة مستشفى يعني زي ما حضرتك قلت انها مستشفى حكومي او قطاع عام، لكن تخش هي مستشفى تحس انها مستشفى خاص على اعلى مستوى. يعني ما حدش يقول لي بقى بعد كده بقى ده فرنسا ده بلجيكا ده امريكا ده روسيا، فيش تمشي في الطرقه يعني ما تلاقيش حته ورقه مرميه، ما تلاقيش يعني واحد قاعد مريح كده، ما تلاقيش واحد لا يا فيها ميزه تانية انا اقولها لحضرتك كمان، يمكن حضرتك يعني ركز في الحكايه دي، في احترام ان الصوت ما يبقاش عالي، يعني مفيش خالص، لا اطلاقا، يعني انت ماشي في حاله صمت، يعني حتى اللي بيشتغلوا في المستشفى ما فيش مثلا ممرضه بتنادي على ممرضه، ما فيش ناس عامله هرج ومرج، لا 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 حضرتك انا يعني بقى معلش حالي مش هطول عليك عشان وقت، بس انا رايح جاي بقى في المستشفى دي وفي الطرق بتاعتها من يوم الاحد اللي فات، يعني داخل النهارده اهو في 8 ايام او 9 ايام ما لقيتش، ما سمعت الصوت بالظبط، سمعت دي بتناديها من هنا ده تعالي لا روح، كله بالورق عندهم، هي فاهمه جايبه ايه والست الممرضه اللي هي فاهمه هتستلم منها ايه، خلاص كله في عباره عن ورق وقت، ما يتنادوش مش تعالي وهاتي لي شوفي ايه مش عارف، لا 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 ما فيش حاجه زي كده، كله وقت، نظافه غير طبيعيه، استقبال غير عادي، الملابس بتاعتهم نفسها، شوف انا يعني مريض داخل عشان تعالى او ما فيش، تحس ان هم مثلا خارجين من داخلين ده مضيفات شركه الطيران، يعني داخلين كده ويستقبلوك، بقول لك من اول الستات في النظافه الممرضين كذا، ما تلاقيش فيه غلطه في لبسها، ما تلاقيش انها لابسه حاجه مكرمشه، ما تلاقيش ان فيها بقع، ما تلاقيش ان هو وكلهم بيضحكوا، يعني ربنا يديك الصحه يا رب يا رب، يعني يتم شفاك على خير يا استاذ مؤنس. ويعني انا سعيده جدا بانك نقلت لنا صوره عن صرح طبي مصري، يعني يمكن الواحد ما بيتكلمش قوي، ما بيبقاش عنده الفرصه انه يتكلم قوي، لكن هي فرصه ان احنا يعني نقول للناس بتجربه شخصيه من حضرتك، ويا رب ان شاء الله تخرج على خير ان شاء الله من المستشفى. عايش ربنا يخليك يا استاذ، بشكر الكاتب الصحفي مؤنس الزويري، والف الف الف سلام. كده بنكون انتهينا من جولتنا في الصحف، دلوقتي هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل ميعادنا مع فقرتنا الطبية اليومية، انتظرونا. هنبدأ نخس من بكرة، كم مرة أخدتوا القرار ده إنكم تخسوا تعملوا رجيم؟ بنبتدي مش قادرة أكمل، لكن لو هنركز ايه هو الصعب في ان انت تخس، هتلاقي انك ازاي تختار الطريقة المناسبة، ازاي تقدر تختار الطريقة الصح. اعرف مشكلتي، هي ايه المشكلة الحقيقية اللي بتواجهني. طبعا احنا كده مع نفسنا عمرنا ما هنحدد ايه هي الطريقة الصح، لازم خبير متخصص هو اللي يساعدني اني اخس، حد فاهم، حد دارس، حد عارف أسباب وأضرار وطرق وعلاج مرض السمنة. مفيش أفضل من اللي يكلمنا عن الموضوع ده غير دكتورة دعاء سهيل، خليني أسميها صانعة المستحيل في مجال التخسيس، وأكتر عدد حالات خست كانت مع دكتورة دعاء سهيل. إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا أستاذة رشا، مرسي مرسي، ربنا يخليك. عايز أقول للسادة المشاهدين كمان دكتورة دعاء اتكرمت في العديد من المهرجانات كأفضل خبير التغذية ظهورا ونجاحا في مصر، يمكن كان اخرهم تكريم دير جاست لعام 2019. خلونا نناقش مع دكتوره دعاء سهيل كل اللي عايزين تتكلموا فيه عن مشكله زياده الوزن، عن مرض السمنه، وخلوني ارحب بقى عشان اديها حقها بخبيره التغذيه المتخصصه دكتوره دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، صاحبه مبادره مش هنستسلم للسمنه، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. صباح الفل. صباح الورد يا حبيبتي، وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وحضرتك قلتي كلمة أكثر ظهورا في الفضائيات والميديا بشكل عام، الظهور ده لثقة
ولا ثقة الناس يعني ده اللي أقصده، هل الظهور ده لأنه العلم اللي عندك بتعرفي توصليه؟ لأن مش كل حد عنده علم بيعرف يوصله، في ناس ما بتعرفش توصل ده. كلميني عن التكريم وهذا الظهور في الفضائيات وإصرار الفضائيات والميديا بشكل عام إنك تبقي موجودة فيها. هو مبدئيا الحمد لله يا رب، انا يعني في 2019 كنت اكثر خبراء التغذيه ظهورا على القنوات بحالات فقد الوزن، وطبعا قناه صدى البلد هي يعني من ضمن القنوات اللي دعمتني وقدرت انها تنجح معايا مبادرتي مصر بلا سمنه، والحمد لله تم تكريمي عنها في مهرجان الفضائيات العربيه ودير جاست. اما اكون انا بعاني من زياده وزن واشوف الاستاذه رشا جايبه دكتور دعاء الصبح ومعاها حاله خاسه 30 و40 و50 و70 كيلو، الحاله دي بتكون سبورت قوي. طب مين اتاح لي الفرصه للظهور بدون؟ طبعا عظيم الفضل للفضائيات العربيه. بحب قوي القنوات الفضائيه اللي بتبحث في حل مشاكل المجتمع. اما اكون في حد بيعاني من زياده وزن، مش حد، ومش عايزه اقول ان الموضوع هي مش مشكله لا فرد ولا مجتمع، دي مشكله عالم باجمعه يعاني من زياده الوزن لما ترك علينا من سلوكيات دخيله علينا. فاما يكون في قنوات مدعمه لتلك المشكله وانها تقدر ان دعاء سويل تظهر بحالات معاه بيفور اند افتر، لا ده كان دعم كبير جدا لقناه صدى البلد ومش هنساه ابدا يعني. الله يخليك. طيب خليني اتكلم على دير جاست. مؤسسه دير جاست اللي بيحصل فيها على جائزه ده مش بالسهل. قالوا ان في استفتاء، ان الحمد لله ده حاجه مش سهله على فكره، يعني حاجه صعبه ان انا اقدر احصل على جائزه دير جاست. حصلتي عليها ازاي؟ ما صدقتش نفسي اصلا بجد. والله لا، حجم المهرجان كبير جدا، يعني ان انا اتكرم فيه على فكره يخوف جدا، لان دايما نقول الوصول للنجاح سهل ولكن الحفاظ عليه صعب. اما اوصل لمرحله ان اتكرم في مهرجان دير جاست لازم احسب كل خطواتي القادمه. الحمد لله انتهيت من وضع بلان المبادره الجديده بعد نجاح مبادرتي وتكريمي عنها في المهرجانات. مبادرتي الجديده مش هنسلم للسمنه. مش هنسلم للسمنه؟ لا مش هنسلم. طب حلو. طيب بما ان بنقول مش هنسلم للسمنه، أنا احنا في فصل الشتاء والشتاء برد وبناكل بنجوع، نعمل ايه؟ بتعملي لنا ايه بقى في فصل الشتاء اللي مش عارفين نقف اكل ولا نقف تخن؟ طبعا اما ادور واجري في علم التغذيه، وان في ناس ما بتعانيش من زياده وزن، ناس رشيقه زي حضرتك كده، بس يجي الشتاء زايد 4 كيلو 5 كيلو في ايه؟ انا اقول لحضرتك في ايه؟ درجه حراره الجسم اعلى من درجه حراره الجو، علشان ادفى فبحرق سعراتي فبهضم بسرعه اكري فبروح اكل غلط، على الرغم ان فرصه نزول الوزن في الشتاء اكبر بكتير من الصيف. بجد؟ طبعا بتجوع بتحرق سعراتك لو اكلت طاقه سلبيه مع الكورس الشتوي، لان الكورس الشتوي يختلف عن الكورس للشهيه العاليه على مدار العام. يعني الصيف له كورس والشتاء له كورس. احكي لي بقى. في الشتاء لازم احاصر مريضي، ابحث عن اكثر المواد الفعاله اللي تقدر تقفل لمريضي ده الشهيه. علم التغذيه بيقول ان عشب الجارسينيا هو مانع للشهيه، يطلق عليه ده انه مانع للشهيه. طيب لازم الكرسي يحتوي على 60% لان دي النسبه المصرح بها دوليا. ايه تاني اقدر ان انا اضيفه للكورس بسرعه؟ اجري على الكوجاك. الكوجاك من افضل الاعشاب اللي بتقمع الشهيه، وبسرعه لازم اكون عايزه اعرف الماده الفعاله بقى اللي معدتي هتقدر انها تحتفظ بيه وتقمع لي شهيتي ل 12 و14 ساعه. عشب البسيليوم لما يكون الكورس ده من ماده عشبيه فعاله مركبه من ثلاث مواد فعاله قادره على انها تقفل لي شهيتي، يبقى انا هحرق كويس وهقفل الشهيه، بالتالي هسحب من المخزون، يبقى انا مش هيزيد وزني في الشتاء. المشكله في الشتاء دكتوره دعاء ان الواحد بيجي على بالليل بيجوع. طبعا. ما هو انا قاعده في البيت، الناس ما بتخرجش كتير لانه الجو برد. طبعا. فبنيجي على بالليل نجوع. طيب بتعملي معاهم ايه؟ نبتدي بقى ندخل في معاد الجرعه. معاد الجرعه بقى ما تقولي لي كده، يعني انت اديتيني. انا عارفه ان الماده الفعاله المعده قادره على الاحتفاظ بيها 12 ل 14 ساعه. ما تديهالهاش الصبح، لازم تكون بعد الغداء، بعد الغداء بساعه، يعني على الساعه 4 5 تحتفظ معايا ل 14 ساعة وجوع في الساعات النهارية، وده شيء جميل.
لان الساعات النهاريه انا هقدر يعني انا قادر على حرق سعراتي، لان الغده الدرقيه بتفرز هرمونها القادر على حرق السعرات في الساعات النهاريه وليست الليليه، يبقى انا قدرت اعمل كنترول على الشهية في الساعات الليلية، وبالنهار أنا مش زعلانة، يعني أنا لا يقلقني ذلك. لذلك أنا ما بعملش دايت لمريضي. كل الحالات اللي معايا اللي بتعاني من زيادة وزن أنا مش بعمل لها دايت، ما بحبش من البداية ممنوع ممنوع ممنوع، واللي أخسه في شهر أرجعه في أسبوع، يبقى إحنا بنلف في دايرة مغلقة. غلط. المفروض إن أنا عايزة مريضي من البداية ما بقاش حطاه تحت هدك، وخلينا نتفق إن الناس المحبة للأكل ما تحطهاش تحت يعني هدك معين او قيود، وتقول له انت ممنوع بيضة الصبح، ربع فرخه، بالليل كوبايه زبادي. بتزهقي ولا هيسمعني؟ بتزهقي يعني بتزهقي من الاكل ده ولا يسمع؟ ولما ازهق واكسر اليوم ده بسرعه المعده تتحصن وتبقى عارفه انها داخله على مجاعه، واي شيء تحوله لدهون. علم التغذيه علم كبير جدا وليس معقد، هو علم كبير فاهم كويس كل حاجه، كل ما نبت من الارض فهو علاج لمرض عليه. طيب اما انا اكون عارفه ان كل الاعشاب دي بتخدم الحالات الصحيه، وطبعا انا ضد اللي يقول ان الماده ان الكورس ده مناسب لكل الحالات الصحيه والفئات العمريه. ازاي يعني مريض زياده الوزن اللي في العشرين زي الثلاثين زي الاربعين زي الخمسين زي الستين؟ طيب هل ست زي راجل؟ هل امراه عندها استئصال رحم او مراره زي امراه لا تعاني من مشاكل صحيه؟ طب هل فتاه العشرين زي ما بعد الثلاثين وبعد الاربعين؟ طب في هل بعد الخمسين؟ وطبعا المراه انقطاع الدوره الشهريه ولخبطه هرمون الاستروجين ده بيعمل عندها خلايا دهنيه حوالين الخصر. موضوع محتاج فريق عمل دارس. يمكن بقول لما قلت في اللقاء ان اهم شيء يكون وراك فريق عمل دارس، مش كلامه بس، لاني اكيد مش هقدر اتواصل مع نص مليون اللي على صفحتي ولا كميه فلازم. على صفحتك دلوقتي نص مليون؟ نص مليون، اكبر صفحه تخسيس دلوقتي بسم الله ما شاء الله. فالحمد لله يا رب لازم يكون معايا فريق دارس تغذيه. ما ينفعش كول سنتر عادي، هو مش مبيعات، هو حالات صحيه مختلفه وناس مأمناك على صحتها. هل مريض الضغط زي القلب والسكر؟ طب هل من لا يعاني من اي مشاكل صحيه زي انسان يعاني من مشاكل صحيه؟ طب مريض السكر له سعراته في اليوم، له مريض حساس، مريض الضغط لو اخذ حوارج زياده ارتفع الضغط عنده. فالموضوع مش سهل، ولذلك انا دايما اقول انا الحمد لله فريقي ما بين دبلومات تغذيه وماجستير تغذيه، وده لازم لان صحه الفرد ليست هباء. وبما اننا نبحث عن النجاح والتكريم فلازم نكون مميزين، ولا وما فيش حد مميز ليس لديه علم. طيب خليني اقول لك ان الناس لما بتبتدي تاخد او تبتدي مش تاخد حتى، لما تقول ايه انا حطيت نفسي في نظام غذائي او عشان ابقى مش بيجي لها اكتئاب، طب تعملي ايه؟ ما هو انا حتى لو انا حاسه ان انا مش حره نفسي ما انا هكتئب. مدام رشا يمكن علشان انت ما شاء الله يعني بتتمتعي بقوام رشيق، مش مدركه قد ايه مريض السمنه هو داخليا مش مظبوط. مبدئيا ما حدش فينا من غير توتر ولا قلق ولا عصبيه ولا عنده مشاكل من اي نوع، كل واحد فينا عنده مشاكله. ولكن مريض السمنه هو بزياده شويه، عنده اكتئاب بسرعه. لازم انا اكون لو انا حد عادي مش دارس تغذية مش فاهم سيكولوجية مريض السمنة ده بيعاني من ايه، لازم انا اكون فاهم ان هو عنده قلق وتوتر وعدم ثقة بالنفس وانطواء عن العالم الخارجي، وان هو مش وفي ناس بتتعزم على افراح او خروجات او يعيشوا حياتهم عادي، يقولك لا انا كسلان مش قادرة. انت مش كسلان، مش قادر تواجه المجتمع. فانا عشان عارفة نفسيتك كويس قوي فبقول لازم الكورس بتاعهم يكون فيه عشب الفولينج، لازم اديله ماده الفولينج داخل الكورس. ما هو انا لما الاقي كده مش لازم اقول له انا هدي لك داخل الكورس ماده عشبيه اسمها الفولينج. هو المريض زياده الوزن مش محتاج منك مصطلحات علميه معقده ولا محتاج يعرف ايه الانجريدينت، ولكن هو محتاج يكون عارف حاجتين: هل امنه على الصحه؟ هل مناسبه لحالتي الصحيه وفئتي العمريه؟ فعشب الفولينج ده بيظبط الحاله المزاجيه، بيعمل على استقرار نسبه السكر في الدم، بالتالي يبقى مظبوط عندي نسبه هرمون السيروتونين وده هرمون السعاده. لانه لو في قلق وتوتر وعصبيه يرتفع الهرمون النقيض وده هرمون الليبتين وده المسؤول عن الجوع. طيب حضرتك قلتي لي جارسينيا بنسبة 60%، قلتي لي دلوقتي على العشب جدا الانجريدينت اللي كان حلو. انا بقى خايفه اللي سامعني ده يقول لك ايه
يلا اطلع على العطاره قول له اديني العشب ده. لا والنبي. ما هو ده انا عايز اقول. لا الموضوع مش ان انا اطلع واجيب وخلاص. لا يعني الموضوع لازم يبقى فيه تركيبه معينه او حاجه مع حاجه عشان تظبط حاجه. وبعدين عشان يسمعنا ما يقومش رايح على العطار يروح جايب حاجه لا ومهم عشب البسيليوم ده اهم ما في الكورس. وعشب البسيليوم فيه العديد من ده من بسلة؟ من البسيليوم. ما ملوش عم البسيليوم. ملوش. ده كشور السيليوم وده عشب اعلى انواع الفايبر، ده اعلى انواع الالياف. وده بينمو في جنوب شرق اسيا، وعلى فكره احنا عندنا في مصر منه منتجين ده اللي اثق فيهم يعني بنسبه 5 ملي جرام من البسيليوم ومرخص من وزاره الصحه، البيسليم والاناسيليوم ومناسبين جدا، بيبقى فيه 5 ملي جرام من البسيليوم. طيب ايه تاني ممكن يحصل لمريض لما ما ياكلش؟ ممكن يجيله يا امساك. طب انا عايزه احرق اللي بيعمله طبعا ده عندهم امساك عشان ما بياكلش فما بيبقاش عمليه الاخراج عنده مظبوطه. انا بسرعه اجري اشوف ايه في علم التغذيه يخدم ده. لازم يكون خلاصه البرومالين اللي هو خلاصه الاناناس، وده منظم جيد لحركه الامعاء وده كمان حارق جيد للدهون. نقول ايه تاني داخل الكورس؟ لازم يكون يحتوي على فيتامينز عشان انا لما ما اكلش ويبقى انا ما اخذتش الفيتامينز اللي المفروض احصل عليها الشهيه اتقفلت. فايه اللي يحصل؟ خاف جدا ان الشعر يتساقط، لازم يكون يحتوي على بي 12 لما ده يكون موجود داخل الكورس. وكمان لازم عايزه ست بنضارتها، انا اقلق جدا على شعر الست او على بشرتها لو هي بتخضع انها تفقد وزنها ويتضرر ده ممكن تتوقف مني وتقول لك انا افضل كده افضل. فلازم يكون في فيتامين سي وقشور التفاح ولازم يكون في مينرالز. الموضوع بلاقي ناس صفحات على الفيسبوك كتير جدا المنتج ده اللي مش عارفه ايه المدمر يا جماعه مش كده. في 2020 ما تبقاش دي العقليه، ما ينفعش ان انا اجري ورا ما فيش منتج واحد ابدا يكون بيصلح لكل الحالات الصحيه والفئات العمريه، يختلف. حضرتك في وسط الكلام قلتي لي انه ان السيدات عند انقطاع الطمث فبتبقى في دهون حوالين البطن حوالين الخصر. طيب هل في كورس مثلا لاماكن معينه في الجسم؟ السمنه الوضعيه طبعا. ازاي بقى؟ ايه من الاعشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ممكن انها تعمل ريشيبنج للجسم؟ خلاصه الكريز والكروميوم واوراق اللوتس. ومش كده بس، ما هو معنى ان بقى عندي خلايا دهنيه حوالين الخصر او موجود دهون في مكان دون الاخر وده دي بتبقى دهون عنيده. يعني ايه عنيده؟ يعني دهون صعبه ثلاثيه، ودهون الثلاثيه دي اصعب انواع الدهون لان انا محتاجه علشان تخرج بره جسمي يتم تحويلها لاحاديه وثنائيه عشان يسهل نزولها. يبقى نديها الكريز والكروميوم واوراق اللوتس واديها نسبه الراسبري. طب التوت البري لازم يكون بنسبه ايه؟ نسبه تركيز 6000 يعني ما يعادل 40 ثمره راسبري. في حد فينا يقدر ياكل 40 ثمره توت؟ لا طبعا صعب قوي. انا عايزه الخلاصه منه عشان يفتت ده علشان يكسر لي الخلايا الدهنيه الموجوده في مكان دون الاخر ويسهل نزولها. طيب يعني لو قلت ان انا جيت لحضرتك واخدت كورس من الكورسات دي هبقى على مدار اليوم باخد حاجات ولا في اوقات معينه؟ لا الصبح بس يعني في حاجات كده بتشتريها ساعات يقول لك ايه خدي حبتين الصبح على الريق واشربي ميه وخلاص وامشي بقيه اليوم العابي اللي انت عايزاه. بزعل قوي من كلمه على الريق دي. على الريق دي اضعف حالات المعده والانسان صاحي من النوم. والنبي فده غلط جدا على المعده غلط. المفروض يكون لازم تكون فاهم بتدي له ايه. لا مفيش حاجه على الريق، هو ثلاث مرات في اليوم بعد فطار بعد غدا بعد عشاء بعد 7 مساء ما بياكلش وبعد 7 مساء تقول لي طب ما فيش تبقى جوع بالليل. اقول لها انت الجرعه بتاعتك حضرتك اخذتيها الساعه 4 5 فهتفضلي 12 ساعه ما تاكليش وده مش من نفسك، مش انت اللي عامله الكنترول ده على نفسك، لا الكورس هو اللي عامل ده. حتى الناس اللي بتعانيش من زياده وزن في الشتاء لازم يكون في كنترول عامل مساعد اخر يساعدك ان انت تقدري ما تلخبطيش في الاكل. طيب بس خلينا صراحة كده مش هقدر اخد في وسط الاسبوع؟ لا ولا اي يوم؟ انت طول اليوم بتاكلي انت عايزاه، انت مش محرومه من نوع اكل، كلي كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. النسب دي هتقولي طب ما هي مش لا النسب دي هيساعدك ليها الكورس، هيبقى قدامك الاكل اللي انت بتحبيه ومش قادره تاكلي. يعني اكل بسبوسه؟ كل حاجه. كنافه؟ كل حاجه. اشرب شوربه عدس؟ طبعا. يا مثلا السكريات اللي الناس في ناس كتير بتحب السكريات، انا لما اظبط لك نسبه السكر في الدم بالفولينج مش هيبقى عندك ان انا عايز اكل حاجه مسكره او انا عايز لا مش هيبقى فيه ده. ولو اكلت يا تاكلي حاجه بسيطه جدا وتبقي متوقفه خلاص انت مظبوط الدنيا مظبوطه عندك داخل الجسم. زائد ان الكورس مش مخلي عندك الشهيه الملحه. ما هو ايه اللي بيخلي الناس مش قادره تعمل كنترول؟ لو هو عنده الكنترول من البدايه ما كانش زاد وزنه. انا بتعامل مع الموضوع وهو على وضعه الحالي.
انا اوريدي مش هخليك تعمل دايت، مش هحرمك من نوع اكل، ولكن هننظم مواعيد الاكل، فطار بدري، غدا بدري، عشاء بدري، عشان افضل بحرق السعرات على مدار الساعات النهاريه. طب بالليل هعمل ايه؟ الكورس هيقفل لك شهيتك. بالليل ممكن تاكل طاقه سلبيه، خيار خس، كابوتشي، فاكهه باي كميات فيما عدا العنب، البلح، المانجتين، ولكن الموانع دي ليست ممنوعه على الاطلاق. ممكن مره في الاسبوع، حد بيحب الشوكليت اوكي، او الدارك شوكليت مفيش مشكله، بسبوسه مره في الاسبوع، انت مش محروم. تلاقي نفسك 3 شهور 4 شهور الدنيا ظبطت معاك. طيب احنا انا طبعا نفسي اقعد كتير اتكلم مع دكتوره دعاء، بيبقى عندي امل ان احنا ممكن نخس بسرعه كده في الشتاء، لكن خلونا نشوف الصفحه مره تانية. الصفحه صفحه دكتوره دعاء سهيل موجوده على الفيسبوك، اللي بيحب يتواصل معاها عشان يسالوهم الاسئله كامله. بالظبط، لان الموضوع مش بيع منتج، الموضوع يعني حالات ما بتبقاش عايز تتكلم غير دكتوره دعاء سهيل. نعمل لك ايه بقى؟ هو البلان بتاعي يعني الناس مش عايز تتكلم غير دكتوره دعاء سهيل، كلهم طبعا يعني ناس افاضل والله، يعني والله خيره الخبراء. لكن نعمل ايه، هم عايزين يتكلموا. ممكن دكتورة دعاء، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة دعاء سهيل، دكتورة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، صاحبة مؤسسة مبادرة الأول مش هنسلم للسمنة خالص، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. نورتينا وبشكرك. مرسي استضافتك، شرف لي. شكرا يا فندم، وأشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.